خمس ساعات بس. حاضر يا بيه. المقابلة البايخة دي بصراحة يا فندم اتفقنا ان حضرتك ما تجيش هنا. ما تفرقش دلوقتي، عبدور عارف عنك كل حاجة. اه مفيش اخبار من فضلك؟ ايوه، اولا عبدور ناوي يتجوزها. يتجوزها ازاي؟ بعد اخوها. مش مهم، الغريب في الموضوع انه ناوي يعتزل التغريب. يعني ايه؟ يلم الفلوس دي كلها من حرام وبعد كده يبعزها على مزاجه؟ مش هيلحق يا معزة. فاطمة بتحاول توصل لمستندات تثبت بيها الكسب الغير مشروع على قدور. يعني ايه يا فندم؟ مهمتي انتهت؟ محدش قال كده. قدور عمل اجتماع في لانش وعرفنا اوصاف اللي مأجره، والمعمل الجنائي رسم الصورة دي للمقرب الكبير. ايه؟ مالك؟ متهيألي شفت الملامح دي قبل كده.